اتنين، هل تصبح أيسلندا مركز التجارة العالمي في المستقبل؟ أيسلندا آخر بلد في الدنيا شمالا، بعد كده على طول القطب الشمالي، فأيسلندا هذا البلد البارد جدا المجمد معظم شهور السنة ممكن يكون في المستقبل مركز تجارة عالمية مستفيدا من التغير المناخي ومن البيئة المتغيرة حول العالم. اتكلمنا قبل كده والعالم كله بيتكلم عن ما يسمى الاحتباس الحراري، اللي هو نتيجة الأدخنة بتاعت المصانع، نتيجة ثاني أكسيد الكربون، نتيجة التقدم الصناعي اللي موجود في العالم، فبقت الأدخنة الكتيرة دي ببساطة تؤدي إلى تغير المناخ في العالم، وده أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وده أدى إلى أنه في جليد بدأ يتكسر وبدأ يسيح هذا الجليد شمال العالم وجنوبا. ذوبان الجليد بقى خطر على مدن وعلى جزر وعلى سواحل، إنما البعض بيقول أن ممكن يكون ليه أثر إيجابي. رئيس أيسلندا كان موجود في المكسيك في مؤتمر في المكسيك اليومين دول عن المحيطات، كيف نحمي المحيطات اللي في خطر كبير جدا بتهددها نتيجة التغير المناخي. فهو في المكسيك اتكلم، وبعد كده رويترز عملوا معاه حوار، فقال رئيس أيسلندا، هي بلد كبيرة جغرافيا لكنها كلها تلج تقريبا، إنما عدد سكانها قليلين جدا حوالي 330 ألف نسمة، أقل من مدينة مصرية متوسطة. إنما أيسلندا الرئيس بيقول هناك إنه أهل البلد أو سكان أيسلندا بينكتوا طول الوقت على موضوع الاحتباس الحراري، فبيقولوا يا ريت الاحتباس الحراري يزيد، ويا ريت المناخ يتدهور أكتر، ويا ريت درجة حرارة الأرض ترتفع، لأن ده معناه إن ذوبان الجليد هيحصل عندنا، وإن بالتالي أيسلندا اللي كلها تلج ديت هتبقى دولة مناخها أفضل، ولما التلج يدوب هيبقى في ممر قطبي شمالي، وتبقى أيسلندا هي مركز العالم الجديد اللي هو عالم ما بعد التغير المناخي أو عالم ما بعد ذوبان الجليد. إلا إن الرئيس بيقول إن ده مش هزار، وما ينفعش الناس تنكد كتير في هذا الموضوع، لأن لو حصل واستمر هذا التغير المناخي في خطر كبير جدا. دلوقتي بقت فيه فيضانات مخيفة، في تغير في البيئة المحيطة والثروة الحيوانية والنباتية الموجودة، إنما الأخطر إن ده يؤدي إلى دوامات هوائية في الغلاف الجوي، هتؤدي إلى إن المناخ في المستقبل هيبقى مناخ سيء جدا في معظم دول العالم، وبالتالي الكوكب في خطر، والاحتباس الحراري ليس مزحة، ولا ينبغي إطلاقا إن احنا نقلل من خطورة هذا الاحتباس الحراري. اللي بيتابع هذا الموضوع هيجد إن في القطب الشمالي التلج بيذوب، وممكن تبقى دولة زي أيسلندا مركز التجارة في المستقبل، إنما كمان لما نتجه شرقا من أيسلندا في نفس المنطقة القطبية نلاقي منطقة اسمها سيبيريا في شمال روسيا. في سيبيريا بقى في كائنات مجهرية، فيروسات، هذه الفيروسات يعني نايمة في التلج، هذه الفيروسات ممكن يتم إيقاظها نتيجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، فإذا استيقظت هذه الفيروسات بقت خطر كبير جدا على البشرية. وحصل قريب إن كان في غزال ميت، وهذه الجيفة لهذا الغزال قدر حد يوصل لها، تقريبا حفر في التلج فلقاه. هذا الغزال كان مات بالجمرة الخبيثة، اتنقل هذا الفيروس نتيجة التغير المناخي، فرجع الفيروس نشط، وبعدين وصل لأسرة وأصيب عشرات الأشخاص هناك، وقتل أول شخص أصيب بهذا المرض. ده معناه إن التلج لما يذوب في العالم مش بس الخطر المناخي الكبير جدا، إنما كمان خطر على صحة الإنسان، لأن في فيروسات نائمة أو كامنة هيتم إيقاظ هذه الفيروسات اللي بقى سنين طويلة جدا في التلج، وإذا دخلت هذه الفيروسات إلى عالم الأمراض ممكن ما يكونش الإنسان مستعد لمجابهتها، فبقى المكان مصدر للخطر على أكثر من صعيد. لما نيجي بقى القطب الجنوبي، كل شوية في سفينة تبقى ماشية وبعدين تتعثر نتيجة ذوبان التلج، فما تعرفش تمشي في الطريق،
بيلجأوا للصينيين علشان ينقذوهم كل شوية لما سفن أسترالية أو من نيوزيلندا تتعثر في الطرق القطبية الجنوبية. إنما كمان في مطارات زي ما هنشوف في تقرير بي بي سي، المطار كله على التلج أو المطار كله من تلج، وهذا الممر بيتكلف كتير جدا عشان يبقى فيه مطار قطبي أو مطار تلجي، فالطيارة تنزل على التلج وتطلع من التلج. إنما نتيجة هذا التغير المناخي فأنت ممكن تصرف لك 70-80-100 مليون دولار على مطار، وبعدين تغير مناخي تلاقي كل المطار ده ذاب، ذوبان المطارات بقى خطر، وكذلك السفن العالقة في التلج بقت خطر، فيضان الأنهار القطبية بقت خطر، التغير المناخي نتيجة دوامات في غلاف الجو بقى خطر. إن إيسلندا تبقى مركز العالم تجاريا في المستقبل، ده معناه إن معظم العالم قد دخل في دائرة الخطر.